أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. سجل خام البصرة خسائر أسبوعية طفيفة بعد أن شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية تذبذبا ملحوظا الأسبوع الماضي، وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة لها على ارتفاع ليصل إلى 82 دولارا و 38 سنتا، فيما أغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع ليصل إلى 85 دولارا و 43 سنتا. أما خام برنت فقد أغلق على ارتفاع ليسجل 84 دولارا و 48 سنتا بخسارة قدرت ب 2.4%. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في آخر جلسة على 81 دولارا و25 سنتا للبرميل الواحد بخسارة بلغت دولارا و42 سنتا. أرجعت مصادر صحفية أسباب البطالة في العراق إلى هيمنة الأحزاب السياسية على ملف التعيينات في القطاع الحكومي، وأقلت المصادر إنما تسببت به الحكومات المتعاقبة على العراق عبر سياساتها الفوضوية بتوظيف كتلة بشرية كبيرة في القطاع العام، عبر التوظيف الذي حصلته للمنتمين لها يشكل عبئاً ملحوظاً على موازنة البلاد المعتمدة أصلاً على النفط. وذكرت المصادر أن استمرار تلك السياسات سيثير حفيظة صندوق النقد الدولي، الذي يؤكد من جانبه على ضرورة ترشيد النفقات الاستهلاكية وعدم إرهاق الموازنات في السنوات المقبلة، ولا سيما مع استمرار اعتماد الحكومات على النفط في رفض الموازنة العامة والتي تشكل أكثر من 90% منه. قالت وزارة السياحة والثقافة التركية إن بلادها استقبلت أكثر من 30 مليون زائر من خارج البلاد في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وبحسب المعطيات على الأرض التي أعلنت عنها وزارة السياحة والثقافة التركية، بلغ عدد السياح الأجانب من إجمالي الزائرين أكثر من 26 مليونا، فيما بلغ عدد الزوار الأتراك أنفسهم من المقيمين خارج البلاد أكثر من 3 ملايين زائر. وجاء السياح الروس في المرتبة الأولى بعدد السياح الأجانب، وفي المرتبة الثانية السياح الألمان. خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لإنتاج محصول القمح اللين في أوروبا خلال العام الحالي إلى 126 مليون طن وطن واحد تقريبا، في وقت كانت التوقعات في الشهر الماضي 126 مليون طن وأربعة أطنان. وفي الوقت نفسه تتوقع المفوضية استقرار صادرات الاتحاد من القمح اللين خلال العام الحالي عند مستوى 32 مليون طن. ونقلت الشبكة بلومبرغ عن بيانات المفوضية القول بأنها تتوقع وصول إنتاج محصول الذرة خلال العام الحالي إلى 61 مليون طن و7 وليس 63 مليون طن وفقا لتوقعات تموز الماضي. كذلك خفضت المفوضية تقديراتها لمحصول الشعير إلى 48 مليون طن و6 مقابل 48 مليون طن و7 في الشهر الماضي. وافق الدول مجموعة الـ20 على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية قبل الاجتماع الوزاري الرئيس للمنظمة المقرر أصلا في شباط المقبل. وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة كذلك لجميع الدول الأعضاء بحلول عام 2024، كما وافق الأعضاء أيضا على تعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف. وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جوال إن المجموعة تبادلت الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية والبت في النزاعات التجارية الدولية الكبرى المعطلة والمعطلة منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين محكمين منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.